كان عندنا بقالنا 3 سنين من ساعة ما أنشئ الاتحاد في مصر وهو اتحاد نوعي، عملنا بطولات في مصر كتير قوي، عملنا بطولتين عالم في مصر قبل كده تحت سفها الأهرامات، وجبنا فوق ال 30 دولة يشاركوا في مصر. كان ساعتها عدد اللعيبة عندنا لا يتجاوز ال 20 لاعب. وبدأنا كل بطولة وبطولات الجمهورية اللي عملناها ابتدينا نستقطب جزء أكبر من الشباب. آخرهم بقى كانت بطولة الجامعات اللي كان فيها 400 شاب وفتاة مصرية بيشاركوا فيها. احنا النهاردة عندنا مساحات كتير في مصر وعندنا اماكن كتيرة جدا، وبقى عندنا دلوقتي مراكز شباب كتيرة وميادين كتيرة، فبقت المساحات موجودة ان احنا نقدر نعمل بالتكلفة قليلة جدا اجهزة تقدر تخلي الشباب انه يشارك فيها. تاني حاجة مفيش بقى محتاج اشتراك جيم واشتراك نوادي والكلام ده كله، الوزارة ساعدتنا جدا انها تدينا المناخ وتدينا الاماكن اللي تبقى عامة ان احنا ننشر فيها الرياضة دي، لان هي اسمها رياضة شوارع، اسمها street workout.